باعوا وين وصلت؟ باعوا الشخصية مالي ليفل 72 وقوة القتال 38,000. كل هذا وبعدك ما منزل اللعبة، بعد شو تريد؟ لعبة عربية ار بي جي حتى الدبلجة عربية بيها. اسمع الدبلجة، اسمع الصوت العربي، بعد شو تريد اكثر من هيك؟ كل ما انزل عن لعبه جديده يقولوا لي على مساله هل بيها لغه عربيه. هاي اللعبه عربيه بحته، الدبلجه والكتابه وكل شيء، الاعدادات كل شيء بيها عربيه. واليوم راح اشوفكم كميه الانماط اللي موجوده باللعبه. يعني هاي اللعبه بداخلها عده العاب، يعني مو بس هي لعبه واحده. قبل لا ننتقل لهذا الموضوع بنذكركم على موضوع الديسكورد مال اللعبة، موجود بالوصف. انتقل هناك، تقدر تلقى ناس يلعبون داخل اللعبة، تتواصل وياهم، تكون تحالفات وياهم، وايضا تقدر تشارك بالعب واربح. انت تلعب وتقدر تسوي فيديوهات وترفعها يمهم وتربح $5. كل هاي الامور موجودة بالديسكورد مال اللعبة، ادخل الديسكورد وادخل اللعبة ايضا. انا منتظركم. وخلونا نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نذكر الله ونقول بسم الله ويلا ليتس جو. مثل ما تشوفون طبعا اني واصل الليفل 72 والاجنحه عندي ودروعه ماتي مختلفه، وهذا المرافق مالي، المرافق مار يعني بعده كتكوت جاي اطور بيه، ولو مو كتكوت هو يعني ليفله 50 موصله. طبعا رابط اللعبه موجود بالوصف على الاندرويد والايفون، حملوها من الرابط اللي موجود يمنه. اذا نجي هنا نضغط نروح على المرافق، تشوفون هذا ليفل 50، هذا نقدر نسوي له ترقية. اوكي هذا نقدر نسوي له ترقية. اوكي تمت الترقية. هذا ما نقدر حاليا نسوي له ترقية، نقدر نرقيه الى شيء اقوى نسوي. مثل ما تشوفون هذا موجود ويانا الكيوت، ولكن هو شكله كيوت، ولكن دير بالك نسوي هنا تطوير. تطوير لهذا انا ما باقي لي شيء. اوكي خليكم فيس كام حاليا هنا وشوفوا وياي المقتنيات هاي. باقي لي هاي الشغلات واقدر افتح هذا، يعني ما اقدر افتح هذا بس هذا اقوى، اقدر افتح هذا، ما باقي لي شيء على انه افتحه، راح افتحه عن قريب. شلون نجمع هاي الشغلات؟ طبعا عن طريق الانماط، لانه يعني الانماط مليانه ما شاء الله، عندك انقاض، عندك طور القصه، عندك مدينه الشبق. طبعا التقدم بطور القصه مستويات عاليه ايضا فتحت لنا. الابراج تفعيل، خلينا نفعل هاي الابراج، هاي الابراج كلها تزيد القوة القتالية مالتنا كل ما تتقدم بهن. اوكي شباب طبعا اذا تلاحظون اكو تغيير، فانه اني غيرت الايباد، غيرت الايباد الى ايباد ثاني، لانه هذاك الايباد شحنه قليل شويه فحولت على هذا الايباد. المهم مثل ما تشوفون هاي الشخصيه مالي والدرع مالي والشغلات الاجنحه اللي حصلته والرفيق اللي موجود وياي، هاي الامور شلون تحصلها؟ عن طريق انماط، شغلات جديده راح تشوفكم اياها هسه راح نشوفها سويه. اول شيء راح اقول لكم عنه انه نجي على الانماط هنا على مود الدروع مالك، نجي على الانماط ونروح تحدي زعيم الوحوش، لاعب فردي هذا، تحدي زعيم الوحوش. هنا اذا تشوفون انا مخلص هذا 12 من 12 هنا مخلص. بهذا المود كل ما تقاتل زعيم اقوى، كل ما تتقدم بالمراحل يتراد من عندك تطور المواهب مالك وتطور الاسلحه مالك على مود شنو. شوفون هسه انا القوه مالتي هنا مكتوب مثل ما تشوفون هنا مكتوب 43,000، فالقوة الزعيم هذا يحتاج له 30,000 ايزي نقدر له، هذا ما نقدر له، اما هذا مثلا نقدر له، هذا 8,000 هذا انا قادر عليه، هذا من مخلصه، بس هذا الكبير مالهم ما قادر له بعدني. شوفون ينطوني دروعه بيها، راح ينطيك عتاد، شوفون هذا العتاد هي الدروع، شوفون مثلا هذا الشيء، يعطيك شيء اقوى. خلينا نجي مثلا هنا، خلينا نجي على المرحله 6، عندنا بالمرحله 6 نقدر على الزعيم خلينا نقول الاول. الزعيم الاول يحتاج 42,000 القوه، انا 43 فاقدر له، خلونا نطب له اللي جوا، خلونا نجلد هذا الزعيم، بعد ما يدري اني على اليمن من جالد اني قبله، ابلع هذا مال شو اسمه الرفيق اللي وياي، تحسه بالورد شو اسمه مو والله قوي، شوفوا هيله ما ينزل بسرعه، شوفوا هيله بسرعه ما ينزل، لازم نسوي له كومبو، لحظه، لازم نسوي له كومبو، هذا الكومبو كلش يعجبني، اضربه هذا وضربه هذا، الضربة مال الرفيق وضربتي، بعد ما جاي الضربة القاضية، خلينا نضربه بالسيوف مالتنا، خلينا نضربه بالسيف، وخر. اوكي ابلع مناية. اضربه هذا والكومبو هذا، وهذا الاخ، مسوي له هاي الحركة، اجلد. ها ولا.
ياو دمي. عندنا هاي الحركة، خلينا نضربه من هاي. دايام هذا الحركة والله قوية. آخر هيل، آخر هيل. نقدر له، نقدر له. هيلي 475 ألف. ضربة البال اللي ويانا. انطي له هاي الضربة وانطي له هذا الكومبو. ولا 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 والله باع 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 الهيل مال اللاعب. باع ايش صاير بي؟ ابلع هاي. اجلده. انطي له مال الرفيق امينه. وربي ما باقي شيء، ابلع. حلو، خلصت. ابلع، شقيناه. جيب جيب الشغلات هاي، البطاقة هاي حصلناها. سأقول لكم هاي البطاقة ايش تستفاد منها. هاي البطاقة الصفراء. التحدي خلصناه، نجي على هذا التحدي يراد لنا الليفل والله. مرحلة السبعة والثمانية يراد لك تقوي، فش نسوي؟ شوفوا. نجي هنا حصلنا بطاقة صفراء منه، نجي على الصناعة، عندنا صناعة خلينا نستخدم بالبداية هذا، نضرب لنا 10 بطايق هنا. بنحافظكم هذا. حلو، شغلات حلوة طلعت لنا. نجي على الأصفر. ناخذ لنا 9 هنا. أوكي، خاتم الظلام، حلو، حصلنا الأصفر مالته، 1-1. خاتم الظلام الأخ نقدر ندمجه. أوكي، هذا الحذاء المشع. خاتم ظلام هيك هذا. اوكي خلصنا. سنجي تحديات. حلو حصلنا على هذا الحذاء المشع. هسه نجي وين؟ نجي على المجموعات مالتنا. شوف هذا شو اسمه الخاتم حصلناه زود القوة مالتنا، قوة القتال. خلي هسه نجي على المجموعات هذني الشغلات. دمج الكل نسوي. اوكي دمج الكل، ما يحتاج تسوي دمج واحد واحد، سوي لك دمج الكل. ها هي نرجع للمجموعة نشوف للجمع. طبعا بهذا الاحمر ما باقي لنا الا هذا الخاتم نحصله. خاتم الظلام حصلته بعد ايش، وهذا التميمة الظلام نجمعهم راح نقدر نفتح هذا الدرع الاحمر. اوكي هسه هذا البنفسجي كامل عندنا، وهذا الاقوى من الاحمر هذا همينه عندنا به شغلات باقيه، بس هذا بس 2 باقي عندنا هنايا. فايزي الشغله على مود قلت لكم نجمع هاي الشغلات نجي نقاتل هاي الوحوش هنايا. طبعا النمط هذا مال تحدي زعيم الوحوش ينفتح عندك بالليفل 9، يعني من البدايه راح يكون متوفر عندك. طيب ننتقل الى نمط ثاني اللي هو نمط من الانماط الاساسيه مملكه الشجره العظيمه. على مود تطور الرفيق اللي وياك نجي على هذا المرافق هذا. شوفون عندنا بتطويرات الراد له ونقدر نسوي له ترقية من ناية. إذا نريد نحصل الشغلات ملاتة على مود نسوي له ترقية نجي على مملكة الشجرة العظيمة. نجي هنا نسوي تحدي، كل ما تسوي تحديات أكثر كل ما تروح بالمراحل أكثر ويطلع لك وحوش أكثر. على مود هذا بهذا المكان تحصل على تطوير مال الرفيق مالك. أوكي جلدناه هذا. كل ما تتقدم بالمراحل كل ما يصير المراحل أصعب بالنسبة إليك. شوفون حصلنا 500 من هذا وعنصر واحد من هذاك. مرحلة التالية على مود نجمع ونطور الرفيق، كلش مهم تطورون الرفيق مالكم. على مود شنو؟ على مود انه القوه تزداد ويساعدك بالقتال ايضا. ايش سوينا احنا؟ جمع جمع مو مال القتال هذا. اوكي شنو اللي حصلناه؟ حلو 3 ب 1500. روح روح هسه 4 صارا. اوكي حلو، تطوير حلو، تطوير حلو. راح نسوي له تحسين هذا، مو تطوير وانما تحسين نقدر نسوي له. اجلد هذا، لا تنطي له مجال، لا تنطي له مجال. ابلع من هذا هم، ابلع هيك، ابلع هاي. يلا سلم لي، سلم لي وبلم لي. العودة إلى مدينة النجوم. خلينا نشوف الرفيق بالله نقدر نسوي له تحسين. لا يراد له بعد، يراد له بعد، هذا يراد له بعد 13 نجمع له من هاي اللخ اللي على اليسار، هذا يراد له بعد 3. وحصلنا على 50 ألماس من هاي عدة التطوير. هسه بعد ما جمعنا الموارد المطلوبة نجي نسوي تحسين للرفيق اللي ويانا. تحسين 5 مرات، 5 مرات. شوفون هسه النوب راح يطلب هاي الشغلة، نروح نجمعها منك من النمط مال الشجرة العظيمة. طبعا هاي النمط مال المملكة الشجرة العظيمة تنفتح عندك بالليفل 40، ما راح يكون متوفر عندك إلا بالليفل 40. يعني حاول توصل إلى الليفل 40 على مود ينفتح عندك هذا النمط. نجي على شارة التحالف، لعب جماعي هذا. طبعا خلينا نجي هنا، اجي على الحقيبه اشوفكم شاره التحالف هاي اللي موجوده هنا. هاي شاره التحالف، ممكن يكون الوحش بي كلش قوي هذا الاحمر مثلا، ما مجرب الاحمر. اريد اجربه والله، خل اجربه وياكم. نروح هناك نسوي له استدعاء وين؟ باللعب الجماعي. طبعا هنا سويت استدعاء مو لشاره التحالف، للشغله اللي اخس اشوفكم اياها. جاني لاعب قام يقاتلني،
وجلدني. طبعا كان ليفله كلش عالي، فانتبهوا خلينا نسوي استدعاء للشخص. بلي نقدر له. انا وين جاي اضرب؟ اجلد. نقدر له. هذا الاحمر استدعيته اني. شارة التحالف الاحمر. هيلي عالي انا، هيلي عالي تمام. جلد الدمج ماله مو هالقد، مو كلش قوي. اوكي نطي له واحدة من هاي. لا مو غلط مكان، غلط انطيته. نطي له من هاي يمينه. ابلع. جلدناه. ايزي. شنو اللي حصلناه؟ باع الموارد اللي حصلناها. التاج النجمي. باع الشغلات اللي حصلته. خلينا نشوف هذا ياهو يستدعي. باعوا هذا. ابلع هاي همينة. ابلع هاي همينة. اجلده شقه. وي والله كفو. وصلنا هيلا نص، وصلنا للنص. الطيله واحد الاخ من هذا. حلو. شوف شنو حصلنا. حطام نيزك وشغلات بجلدنا. اوكي خلينا نطلع فوق. اكو خروج مغادره، راح نغادر ونرجع هنايا. خلينا نجي نشوف العتاد اللي حصلناه شنو هاي. التطوير، تحسين الكل. ذهب ما عندي، يحتاج اروح شو اسمه مال الذهب، منجم الذهب. باعوا الشخصيه مالي شلون صاير، بس باعوا لك بالك عني. اوكي طبعا خلينا نروح على الانماط هسه. اريد اروح اشوفكم انماط كلش حلوه. الغزو الفضائي، خلنا اشوفكم هذا النمط الاسطوري. هذا النمط راح يذكركم بلعبه مال البطاطا المقاتله. باوع كمان عندك لعبه داخل لعبه كمان. يلا راح نحصل لنا. اوكي هسه نختار لنا شو اسمه، خلينا نختار هذا بالله. اوكي نطاق مهاره، اجلد. بعد وحده ناكل. لا بعد وحده، هذيك نروح ناكلها. اوكي تطوير سرعة جاينا، بس خلينا ناخذ هذا على مود يزيده. اجلد شوف هسه الجلد صار اسرع. هسه على راحتنا نطور. اكل. اي هسه نعطينا بعد واحدة من هاي. جيب. والله متعة مسوينا يعني. انتصار، عبالي متت. اوه شفرة. حلو. هاي ايضا من واحدة من الاطوار حصلنا من خلال على جواهر وعلى الذهب. تشوفون واحد اكتمل، اثنين جاري. هاي اكملنا. نقدر هذا من نحصله على ذهب. اخر وحدة بها 50 جوهرة. فمليان جواهر مليان. خلينا نجي على العاب منوعة من جديد. اذا ضجت ادخل العب هاي اللعبة. منو ما عنده هيك العاب بموبايله؟ كان يقضي بيه وقته. حد هسه اكو العاب، اكو ناس عندهم هاي العاب بموبايلاتهم. شنو السالفه؟ اوكي جيب. باقي لنا شقد؟ ها 3 نجوم لازم نجيب. والله جبنا العيد يا عيال، جبنا العيد. منو يقدر يجيب الثلاث نجوم؟ منو يقدر يجيب ما جبت الثلاث نجوم والله. صعبه كانت. اوكي هاي واحدة من الانماط. خل اشوفكم نمط اخير من هاي الالعاب المنوعة. تجي على ارض الموارد. شوفون هسه عندي هاي ارض الموارد. التكنولوجيا خلي نجي نضغط عليه. ليفلاتهم ليفل واحد هذا. كمان اي مود اقول نقدر ندمجهم. شوفون هسه يراد للترقية. نجي على اللعب، العب. هاي طبعا تقدر تهاجم بيه. هسه حصلنا 9000 ذهب. اوكي سرقة. راح نسرق يا عيال، راح يودينا على خريطة واحد. شوفون نسرق، حاطلنا أكثر من أماكن نحفرها. نحفر هنا يخلي هذا فلوس. سرقنا هنا هم فلوس. هنا ماكو خالي الوفاض، اكو واحد مكان الاخ اعتقد لازم نحفره، بس احنا حفرنا عكس. المهم قدرنا نسرق الولد، بس هسه على مود انه ولا حد يهاجم له لازم نحصل هاي الدروعه. اكو دروعه لازم نحصلها. باعوا. اي هاي الدروعه تشوفون؟ هاي الدروعه لو 3 انتصارات كنا نحصلهم. اوكي مو مشكله، هذا فلوس. هاي فلوس.
شيء مال هجوم ما صار. اوكي يا عيال ما راضي يطلع وياي شو اسمه شو اسوي؟ نرجع لمدينة النجوم. ما راضي يطلع وياي الهجوم على مود هاجم واشوفكم الهجوم شلون يصير. هاي الانماط الحلوه، هاي الانماط الاسطوريه مليانه اللعبه مودات وشغلات تحديثات اسطوريه راح تجيها، فادخلوا من هسه لانه شوفوا اللواعيب اللي هنايا موجودين، شوفوا اللواعيب اللي موجودين هنايا. ادخل ترى اذا تتاخر تشوف لك هيك لاعب ما تقدر تجلده. شوفوا اللواعيب اللي موجودين هنايا، باع اللواعيب الموجودين. فادخل من هسه على مود انه لا تبلع، تدخل متاخر وبعدين تصير ضعيف واي واحد يجي يجلدك. اتس اوكي حبايب، لهنا وصلنا لكم نهايه الحلقه. اتمنى تكون استمتعتوا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شوف الحلقه الجايه ابطالنا، مع السلامه.